تنظم من طرف جمعية العرض الحر بتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية دوزان وبشراكة مع مجلس جهة فاس الكناس وجماعة الكناس ووزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الاتصال. دورة رقمية بامتياز فرضتها ظروف جائحة كوفيد 19 بدون جمهور وبشروط احترازية في انتظار الفرج الكبير إن شاء الله. إليكم أقوى لحظات هذه الدورة. مساء الخير. مساء الخير السيدة المديرة الجهوية للثقافة بجهة فاس مكناس، السيد المدير الإقليمي للثقافة بمكناس، السيدات والسادة أعضاء لجن التحكيم، تحكيم المسلسلات وتحكيم الأفلام التلفزية، جمهورنا الحبيب الذي يتابعنا عبر صفحة المهرجان، تحية لكم وشكرا على تشجيعاتكم وشكرا على تواصلكم معنا، يعني كان تتبعكم محفز أننا نستمر في التجربة هذه اللي كتعرفوا الدورة العاشرة مرت في ظروف استثنائية، وحنا جد سعداء أننا وصلنا للختام ديال هذه الدورة هذه، وفي ختامها يعني تلقاو هذا الخبر هذا المفرح ديال أن سيفرج عن المسارح، عن دور السينما، عن دور الثقافة، وستعود الحياة إلى هذا المجال الحيوي واللي كان من المتضرر، يعني تبرر كثيرا من هذه الجائحة هذه، رفع الله عنا هذا الوباء. كذلك أشكر الحضور، أشكر رجال الإعلام اللي قاموا بدور مهم باش الصوت ديالنا يتسمع، باش هالتظاهرة توصل كذلك لأكبر عدد ممكن. أشكر كل من صوت ودخل إلى الموقع وشاهد الأفلام وشاركنا كذلك التصويت على مجموعة من الأفلام. إذن أقول أضرب لكم موعدا إن شاء الله في الدورة 11، ونتمناها أن تكون حضورية بطبيعة الحال، وأن نلتقي وأنتم في صحة جيدة. وكذلك احنا على اعلنا اننا غنديروا مجهود اكبر باش نرجعوا القلق للمهرجان. الحمد لله هذه الدوره هي تمت في الظروف هذه، ولكن ان شاء الله غادي نعاودوا نرجعوا للشق الدولي باش نفتحوا اكثر على الدراما الدوليه، وكذلك غادي نحافظوا هذا المكتسب اللي اكتسبناه هذه الدوره ديال المشاركات الوطنيه، بحيث هذا العام كتعرفوا توسعات المشاركات الوطنيه وتزادوا افلام وتزادوا مسلسلات هما دخلوا المسابقه، وهذا شيء يثلج الصدر على اساس ان المهرجان كذلك يقوم بدوره لتحفيز كل المشتغلين ولتسليط الضوء على اعمالهم وللاحتفاء بهم، لانهم تو تقوموا بواحد المجهود كبير الناس اللي كيديروا الدراما الوطنيه، خصوصا انهم اشتغلوا هذه السنه في ظروف تهما استثنائيه. اذا شكرا للجميع، وعلى بركة الله انطلاق حفل الاختتام، وإلى اللقاء في السنة المقبلة إن شاء الله. عفوا على ما قال سي محمود بالأحسن، إن شاء الله الدورة القادمة تكون كلها ممتلئة.